النهارده في ايفنت الاطلاق او اللونش للاي اس اس سنتر، مركز الابتكار بشباك الواحد تحت هامش مشروع ميه طاقه. ولكن النهارده يعني بنجتمع سويا لتدشين سنتر اكسلنس في الريموت انرجي او الطاقه الجديده والمتجدده. غرفة الاسكندرية التجارية أول غرفة تعمل بالطاقة الشمسية في العالم في إطار مشروع فوسكو. الأهم إن إحنا بنتمتع بوجود وحدة للطاقة المتجددة. في شبكات كتيرة جدا مع سواء الاتحاد الأوروبي أو مع أمريكا، وفي بعضها مع شرق آسيا. بنتكلم على آلية تطبق في مصر حالياً. والله أشهر كلوديس محروس روم في إنجينيرينج أليكزاندر إنفيرستي. I'm work as a researcher on electrical vehicles development. I want to give you a short brief about today's topics. Today was a great opportunity for everyone who has interest on energy applications and business, how to create your business model. Personally, I collected more ideas today, gain more experience, so thanks to Arab Academy for giving me this chance.